قلبني بسياط السؤال بتبرع من دم التراب قلك أنا وبالي خيال شايل بإيدي هالفنا لمضة أمل نور الولاد أرضى بذات ودنيتي شوق المشاد دمي وصار أرجف وأدور عالدفاع الظلم مر وظالمي ضيع وعودة والوفا قلبي مثل طير حسين النور بعيون انطفى شايل بإيدي هالفنا بذاتي ودنيتي شوق المشاد دمي وصار شوق المشاد دمي وصار موسى هلا يمه شو اللي مقعدنك هني؟ متضايقين شيء؟ لا ما فيني شيء يمه شوي بروح انا الله يعينك يا وليد الله يعينك
هذا المكان آمن. وموعدنا بعد ساعة بالضبط مع الأستاذ عبد القدير. وعاد أنتوا تعرفوه، ما يحب إن المواعيد تكون ضبط. بس أنت لحد الحين ما خبرت الأستاذ عبد القدير باللي صار. لازم تخبره عشان يعرف. إنجازنا الليلة يستاهل إن الواحد يفرح فيه. وأنا مستعد أضبطكم بحفلة وأسوي لكم جو عمره ما صار. خلونا نخبر أستاذنا باللي صار. مساء الورد أستاذ عبد القدير. بشر. حلو، جميل جدا، بس لا تجوني اليوم، خلوها لين باكر وجيبوا معكم كل الحساب، وما اريد لف ولا دوران ولا تفكروا حد فيكم حتى انه يسرقني. افا ما عيب يا استاذ عبد القدير، احنا لحم كتوفنا من خيره. خلاص باكر الصبح استاذ عبد، لا تتهمنا مره ثانيه. من عيوني، تصبح على خير. هذا انسان ناكر الجميل وما يملي عيونه الا التراب. ليش؟ هو ايش قال لك؟ هذا الظاهر اتهمنا مرة ثانية. اقول احسن شينا نشتغل لحسابنا. لا يا فهد، انت كذا تلعب بالنار. خلاص خلونا تحت رحمته. احنا ما تحت رحمة حد، بس يحتاج لنا وقت علشان نوقف على رجولنا. ديك الساعة يصير خير. بخبركم شيء، العملية الجاية جاهزة، بس هالمرة ما على حساب عبد القدير. لازم هالحلوين يظلوا يحتاجوني، والأهم الأكبر إني لازم أغرس الخوف في قلوبهم حتى يحسوا إني ممكن بأي وقت أضربهم وين ما كانوا. كل بساطة لعبة شطرنج. We'll be right back.
صباح الخير أبوي. صباح الخير صاف. تأمر بشيء؟ لا بس دير بالك على أولادك، افتح عينك زين لا يضيعوا مثل غيرهم. ليش؟ سامع شيء؟ أنا ما يفوتني شيء، أعرف كل صغيرة وكبيرة. روح روح شوف شغلك روح. يفتكر نفسه كبر وما حد ينصحه. الله يهديك ويهدي أولادك يا صافي. صباح الخير يا عسل. وصباحك صباحين، وصباح الكحل في العين، وصباح يقود الفقر، وصباح يقول يا يما حفظت اليوم جزوين. يلا يلا افطر. هيا افطر عقب كل هالكلام الحلو. تبيني اكل؟ ما اقدر، انا كني شبعت. ايش قصدك؟ يعني اذا شفتني تشبع عن الاكل؟ انا اشبع من حنانك، أشبع من دلالتك، يا أحلى أم في الدنيا. يا الله يا الله منك. ما أقدر ما أقدر على هالكلام. دوم لسانك نقط عسل. بس هقول لي عاد، اليوم لا تأخر على الغداء، تراني مسويت لك ذاك المكبوس اللي ينه. يا يمه أنا شكلي وايد بتعبك معي. إيش هالحكي اللي قاعد تقوله يا ولادي؟ بس أنت فكر في الموضوع اللي في بالي وفي بالك، وقول لي ليش أنت منضرب عنه؟ ليش؟ انت تمللتي مني؟ في ام تتملل من ولدها؟ ولا ولد يقدر يفارق ام مثلك. يا بعد عمري الله يرحمك يا فدوى. ما في فرق بينك وبينها، هي امي وانت امي. يا بعد عمري يا بعد طوايف هلي، يا الله اشوفك معرس. اسمعني يا صالح، سوق الأسهم هالأيام ميت. واللي أطلبه منك تهتم بالأجهزة، لأن نشغلها ماشي يعني مثل الحاسب الآلي، التلفزيونات، غسالات، هواتف نقالة. شرط تكون حديثة واللي قبل كذي ما دخلت البلد. العقارات يا صالح ما بنتركها. بس لازم تفتح عيونك زين، لأن العيون المغمضة ياكلوا غداها وعشاها بعد. لازم اشوف لي واحد فاهم الشغل زين، خاصة وانا مخططي بدأ يكبر.
أستاذ عبد القدير، احنا خبرناك اللي عندنا وننتظر ردك. انتوا شو تفتكرون انفسكم؟ شو تفتكرون؟ اني انا ما افهم بالسوق؟ لا 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 يا حلوين، ترى انتبهوا زين، لازم تعرفوا انتوا تتعاملوا مع من. انا عبد القدير ولازم تعرفوني زين. استاذ عبد القدير، نحن عرضنا عليك السعر، انت ما عجبك. اذا ما عجبنك قول ما عجبنك، ما في داعي انك تكلمنا بهذه الطريقة. انت بالذات يا عبد الجليل لازم تكون فاهم، لانك ولد هامور السوق. عموما تشجيعا لكم انا راح اعطيكم 1800، بس يا ليت واتمنى في المرات القادمة تجيبوا شيء عليه القيمة. فهمتوا؟ أمرنا لله. خلاص 1800. تفضلوا. مرحبا بشير. ان شاء الله استاذ عبد القدير. استاذ عبد القدير، انت معلوم انا ما اكون لا من شان انت، واي شيء جديد ان شاء الله على طول يسوي تليفون من شان انت. شكرا.
حركاتش طبيعية وضغطش مستقر. مشكورة دكتورة. وإذا احتجتيني أنا في العيادة. إن شاء الله. أسماء؟ أسماء؟ خير عمي؟ ممكن أعرف الأساتذة وينهم؟ تقصد من الأولاد؟ لا، الجيران. عبد الجليل من أمس ما شفته، وتركي الحاضر الغايب، وفيض ما أعرف إيش فيها. أنتوا هذه البنية ليش ما مهتمين فيها؟ يا عمي أنت سامع شيء عنهم؟ طبعاً سامع، سامع كثير. أولادكم صاروا في طريق الضياع. أنا تعبت من كثر ما أنصح، تعبت. مستغرب يا جماعة، أنا ما شفت إنسان طماع مثل هذا اللي اسمه عبد القدير. هاي 1800 ريال، كل هذا التعب عشان ذا المبلغ؟ المشكلة هو الوحيد اللي بيدفع نقدي، وإحنا محتاجين الفلوس. العملية الجاية ما بتكون عند عبد القدير. كيف؟ حد عندك جاهز؟ ظاهرنكم بتودونا بخبر كان. خلوا الموضوع لي. ربما كان يشوبها بعض الألم، وفي أغلب الأحيان كان يحملها وجع الدنيا ولا ندري إلى أين يذهب بها. ودائما أذوب حينما أتهمك بقتلي، وتذوب أنت حينما أموت أمامك وفي صدري 1000 خنجر وخنجر. لحظة لحظة لحظة، أنتوا تتوقعون أن هذا الكلام يفسر هذا الأداء؟ شباب، حب الكلمة مثل حب الحركة، إذا امتزجوا مع بعض راح يكون العمل الدرامي اللي قاعد تقدمونه شكله جدا ممتاز. فهمنا؟ يلا نبتدي من أول. الشرية جيدة بس الأسعار ما تناسبني. اسمعني يا أستاذ عبد القدير وافهمني، أنا وأنت فاهمين من وين مصدر هذه البضاعة. يعني إذا كان سعرها 100 ريال تلقائيا بتنزل 50، ولا بينقطع التعامل بيني وبينك. لأنك أنت تعرف مكانتك وقدرك عندي زين، أما بخصوص الأسعار ولا يهم. واللي ما يعجبك نغيره أو نبدله أو حتى نتنازل علشانك منه. لأنه يا صديقي أنا دائما حبيبي وصديقي في العمل ما أتنازل عنه مهما يكون. بس اللي من دمك ومن لحمك تبيعه بريال، وأعتقد أني أنا ما غلطان.
مرحبا فيض، انت وين؟ انت ما تصدقي تخلصي اخر محاضره وتروحين؟ قولي اودع صديقتي رجاء واسالها اذا محتاجه شيء او لا. وبصراحه يعني في موضوع مضايقني واريد اخذ رايك فيه. ايوه موضوع ماجد. طول عمرك قويه يا فيض، بس ماشي تراني ما نسيتها حالك. يلا مع السلامه. لمن تنتمي أيها البحر؟ أو أنت أيها الحجر؟ أو أنت أيها الحجر؟ هل تحيا مثلي؟ تائه أحمل ألم الدنيا على كتفي، أم لازلتما تشبهان ذلك البيت والذي تآكل سعادته ولا نعرف من أين أتى؟ أو ربما نعرف وليس أمامنا إلا الصمت. أسمى بخير يا حبيبتي، وانتي الحين روحي غيري ملابسك وانزلي بسرعة لأن أبوك جاي في الطريق. وجدي العزيز وينه؟ كالعادة في غرفته ويسمع الأخبار. تعرفين أنا لو كنت مسؤولة كان خليته محلل سياسي. طيب أخواني جو؟ هو في أحد متعب أمك غير أخوانك؟ وأنا حبيبتك بعد متعبتك؟ انتي حلاوة هالبيت، وما في أحد يقدر يلومك على كيفك، واللي ما يقدر يلومك يعني ما ينحني، واللي ما ينحني يشبه وردة الياسمين. الله يمي صايرة شاعرة، يعني معقولة الحين أنا أشبه الياسمين؟ يا بختك يا فيض، يا بنت أم فيض. يلا روحي بسرعة وغيري ملابسك. يلا الله يرحمك يا عبد الرزاق، الله يرحمك. هات حياتي كل أغراضك نقلتها هني وسويت لك حجر مثل حجرك في البحرين، والبيزات اللي تركتهم اشتريت هني مزرعة وكتبتها باسم يوسف. هذه الخطة كاملة ومثل ما اتفقنا بدون أخطاء، والتنفيذ الليلة. المهم
احنا لما بنسرق السيارة ايش بنسوي فيها؟ لان عبد القدير مثل ما انت عارف. صحيح، بس ترى فهد عنده شيء بهذا الموضوع. هذا هو الموضوع، وانا مثل ما وعدتكم، بس اتمنى انكم ما تشغلوا نفسكم في التفكير واجد. بس احنا لازم نعرف. انت ليش متعب نفسك ولازم تعرف؟ يعني الموضوع اني انا لازم اروح للرجال عشان اساله وكشفه، بعدين هذا من اساسيات المهنه يا حلو. ترى هو قصده ان نريد نطمن لا اكثر. بس قبل لازم اروح مكان معين، عندي شغله اسويها هناك وبعدين بخبركم، لانه التعامل مع مثل هذه الناس لازم تامن نفسك. وبعدين لا تنسى ان انا مجرد موظف عند عبد القدير. الله يستر، الله يستر من مشاويركم الغريبه. هذه حالتنا على الغداء، والأساتذة تركي وجليل يدخلوا ويطلعوا في هذا البيت على كيفهم، لكن الشرها ما عليهم، الشرها على أبوهم اللي مربنهم. أنا ما أدري متى يتعدل حال هذا البيت، للأسف لا الصغير يحترم الكبير ولا الكبير يحترم الصغير. حضرتك شرفت ولا انت بعد مزاجك مثل مزاج عيالك؟ لا حول ولا قوه. يا عمي ما في داعي تزعل نفسك، ترى الدنيا ما تسوى. الدنيا ما تسوى، انتوا اصلا ولا عارفين ولا شيء، لا تسوى ولا ما تسوى. الوالد الاولاد ما جالسين يلعبوا، حد في الكليه وحد في الشغل. خلي عنك انت، خلي عنك، حد في الكليه وحد في الشغل، انت اصلا ولا داري عنهم شيء البر. فدوى انت احلى، انت احلى واغلى اخت في الوجود، اغلى اخت في الوجود. احا واجد زيد ما شاء الله، هو هو بشير مثل طبيعتك ما تغيرت. فهد حبيب مالنا، وين انت؟ زمان ما بيشوف. وصل وصل، هذا واحد شايف من شان انت. بعدها عيونتك ما تغيرت. شوف انا عندي حالة شغلانة حلوة واتفاق احلى، بس ها
لا تردني يا بشير. في شكر، في فلوس، أنا معي كل 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 أنا اسمع. شوف